الأم هي الحياة، الأم كل إشي في الحياة. ماما يعني والله بتعني لي كل إشي، هيك هي الجزء الإشي الحلو في هاي الدنيا. كفي إنه هيك لما ترجع على البيت بعد دوام متعب أو إشي صار هيك معاك مش حلو، هي هيك يعني نظرة منها أو كلمة منها هيك بس يعني بتخلق شعور دافي جواتك. جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الأولاد حياة الأم والأم أولادها حياة، بس يعني الأم بتحس في الأولاد أشطر من الأولاد لأنها هي أم. بحب ماما عشان تعمل لي كيكة وحطي شمال.